هذا القصر عاشوا فيه المسلمين 400 سنة، لكن للأسف خسروه في 4 شهور. في شيء غريب عملوه المسلمين في قصر القصبة اللي عمرها يتجاوز 2100 سنة. تفاجأنا لما عرفنا أنه هذه البوابة نفسها ما زالت موجودة إلى تاريخ اليوم، حتى قيل أنهم أكلوا أوراق الشجر والجلود. قصر القصبة في ملقا، وتحديداً قصر القصبة في ملقا في إسبانيا، وتحديداً في مدينة ملقا. يلا تمام. لما نتكلم عن قصور المسلمين في الأندلس، أول اسم يجي في بالنا قصر الحمرة في غرناطة، لكن اللي كثيرين ما يعرفوه إنه المسلمين كان عندهم كثير من القصور في الأندلس، ومن أهمها وأقواها هذا القصر اللي راح نشوفه اليوم، قصر القصبة في إسبانيا، وتحديداً في مدينة ملقا. في شيء غريب عملوه المسلمين في قصر القصبة. لما قرروا المسلمين إنهم يبنوا قصر القصبة، شافوا إنه في آثار رومانية في نفس المكان، فاللي عملوه إنهم استخدموا الأحجار الموجودة في هذه الآثار الرومانية لإمداد قصر القصبة بالأحجار اللازمة. وبعد ما خلصوا من بناء قصر القصبة، قاموا بردم وتغطية كامل المكان. عشان كذا هذا المدرج اكتشفوه قبل 70 سنة بس، وما زالت أعمال الحفر والتنقيب مستمرة للبحث عن باقي الآثار الرومانية اللي عمرها يتجاوز 2100 سنة. أكيد أن المسلمين في هذاك الوقت كانوا في فترة حروب وفتوحات، وما كانوا فاضيين للاهتمام بالآثار، لكن هل تشوفوا أنه هذا الشيء كان يعطيهم مبرر لاستخدام الآثار الرومانية في بناء القصر، ولا كان المفروض ما يعملوا هذا الشيء؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. قبل ما ندخل قصر القصبة ونشوف مكان إقامة الخليفة وفن العمارة الأندلسي، في شيء مهم لازم نتكلم عليه، وهو مدى القوة والذكاء العسكري اللي كان عند المسلمين لما قرروا أنهم يبنوا هذا القصر، واللي خلى مستحيل على الأعداء أنهم يقدروا يدخلوه. بالرغم من أنه قصر القصبة مبني فوق الجبل وهذا يخلي الهجوم عليه صعب جدا، مع كذا المسلمين قرروا أنه يسووا له حماية مضاعفة. قاموا ببناء سورين، هذا السور الأول وسور ثاني للقصر، وكل سور مغلق من كل الجهات ما عدا بوابة واحدة، وهذا السور الثاني، وهذه البوابة الرئيسية اللي رح ندخل عليها. بما أنه كل سور له بوابة واحدة بس، أكيد هذه البوابة لازم تكون قوية جدا. تفاجأنا لما عرفنا أنه هذه البوابة نفسها ما زالت موجودة إلى تاريخ اليوم. هذه البوابة اللي تشوفوها ورايا هي البوابة الرئيسية للقصر، عمرها 900 سنة وما زالت محافظة على قوتها. طيب نفرض أنه صار هجوم على القصر والأعداء تمكنوا من دخول السور الأول والسور الثاني، هل يعتبروا انتصروا؟ الجواب طبعا لا، لأنه المسلمين عملوا عند كل زاوية بوابة إضافية تمنع الأعداء من أنهم يتقدموا في حال أنهم اقتحموا البوابة الرئيسية للقصر. زي ما شفنا أن المسلمين قاموا ببناء سورين لتأمين حماية مضاعفة لقصر القصبة في حال حدوث أي هجوم، وكل سور مغلق ببوابة واحدة قوية جدا مصنوعة من الخشب المتين المدعم بالحديد، وعند كل منعطف داخل ممرات القصر عملوا بوابة إضافية لإعاقة تقدم الأعداء في حال اقتحام بوابة القصر. ومع كل هذه الاحتياطات قاموا ببناء قلعة عسكرية بجانب القصر لصد أي هجوم. قلعة جبل المنارة اللي فوق الجبل هذه هي اللي كانت مهمتها حماية القصر. إحنا الآن في أعلى نقطة في القصر، وهذا الطريق المؤدي إلى القلعة. لاحظوا أن المسلمين قاموا ببناء القلعة على جبل أعلى من قصر القصبة عشان يكون عندهم مجال مراقبة أوسع ويلاحظوا أي اقتراب للأعداء من مسافات بعيدة. هذه القلعة قلعة جبل المنارة، كان الهدف منها حماية قصر القصبة، وكانت تستخدم مقر لإقامة الجنود،
ويقال انه كان فيها ممر سري لهروب الحكام في حالة انه صار غزو على القصر. وما زالت بعض الأسلحة القديمة والأثرية موجودة في متحف القلعة. بعد المشي لمسافات طويلة في ممرات القلعة وصلنا للبوابة الرئيسية لمدخل قصر الخليفة. شوفوا الفكرة الذكية اللي عملوها المسلمين عند المدخل. هذه هي البوابة الرئيسية لقصر الخليفة، وكانوا المسلمين عاملين لها فتحة من فوق عشان يأمنوا حماية مضاعفة في حال هجوم الأعداء، يكونوا الجنود فوق ويحموا المدخل. لما نتكلم عن القصور الأندلسية نلاقي أنه في بصمة خاصة تميزها، الاهتمام بالحدائق والنوافير والممرات المائية والأقواس، بالإضافة للزخارف الإسلامية. وأكيد كان لازم ندور على العبارة الشهيرة اللي كانت شعار لبني الأحمر، لا غالب إلا الله. لقيناها بصعوبة محفورة على أحد الأعمدة، وما زالت موجودة في القصر الكثير من الأواني الإسلامية اللي عمرها يتجاوز 500 سنة. من الأشياء الحلوة اللي عملوها المسلمين لتأمين بقائهم فترة طويلة في القصر في حال هجوم الأعداء على القصر أو حدوث حصار، إنه عملوا مخازن كبيرة للقمح. هذه المخازن عملوا جدرانها حتى من الحجر عشان ما تدخل الرطوبة على القمح بعد تخزينه. أكيد بتتساءلوا أنه كيف يا ترى سقط قصر القصبة بالرغم من كل هذه القوة الدفاعية؟ كانوا النصارى عارفين مدى قوة تحصين قصر القصبة، فحاصروا القصر من الجهة البحرية ومن الجهة البرية، وقطعوا كل أنواع الإمدادات عن المسلمين. عانوا المسلمين خلال فترة الحصار حتى قيل أنهم أكلوا أوراق الشجر والجلود، وبعد 4 شهور من الحصار المستمر لم يجدوا حلاً سوى الاستسلام وتسليم قصر القصبة. سقطت القصبة ورفعت أعلام القشتاليين لأول مرة فوق أسوار القلعة. لما نتكلم عن قصور المسلمين في الأندلس أول اسم يجي في بالنا أجين، ومن أهمها وأقواها هذا القصر اللي راح نشوفه اليوم، قصر القصبة في ملقا، وتحديداً قصر القصبة في ملقا في إسبانيا، وتحديداً في مدينة ملقا. يلا تمام.